كلهم احترقوا وصاروا مثل الفحم. صورت العملية؟ وبدقة عالية. ممتاز. دخيلك يا ربي، ليش هيك؟ معقولة في وحشية لهي الدرجة؟ يلعنكن جبناء، تعالوا واجهونا! ألو، صورت العملية مو هيك؟ ايه صورنا كل شيء. تعرف شو بيصير إذا نزلنا هالفيديو على الإنترنت مو هيك؟ رح تقوم لقيامي. لا لا تنزل على الإنترنت. هالفيديو بيلزمني بشغل تاني يا سانجار. روح على المقر واستناني لأجي. تمام. يلا، امشوا. سيدي بعتولنا بسرعة هليكوبتر وسيارات إسعاف على القاعدة. وليش لحتى يبعتوهم يا أخي؟ كل شي احترق، إخواتنا صاروا رماد. لا تفكروا إنه رب العالمين مو شايف اللي عم يساووه هالظلام، أو ما بيعرف شو عم يخططوا، بس هو تاركن ليوم الحساب. وقتها رح يضلوا يتعذبوا ويحترقوا بنار جهنم. حافظ، من وين اجى هذا الصاروخ؟ حافظ! سيدي وقف! ما كان ناقصني غيرك هلا. ما بيصير هيك، انت لازم تتراجع احيانا. حتى لو تخبيت بجهنم رح الحقك وجيبك. يا لطيف قديش وعنيد وراسه يابس. متأكد انه هالولد رح يضل يلحقني ليمسكني. اخي انت عم تقوص عليه على الفاضي، ما في داعي. بركي بيخافوا بتقلب سيارته. معلش خليك عم تقوص عليه، بركي بيخافوا بيتوتر. ما
ماشي، طالما انت هيك بدك تعال لشوف. الو، كل الامور تمام؟ ماشي، ما عندنا كثير وقت، استعجلوا شوي. العصفور عم يلاحقني. يا اخي اسرع كمان، عم يسحبوا الضابط يفوز على الفخ. اخي ما بينفجر المحرك؟ الله لا يقدر، انت شو عم تقول؟ اركضوا بسرعة يا رجال. شو صار سيدي؟ نزل من السيارة وهرب. كيف؟ معقول اختفى بهالسرعة؟ ما بعرف، لحقته بسرعة بس ما لقيته بالسيارة. هو سنجار؟ ما بعرف. سيدي الأغا، مرة تانية رح خليك تعيش يا حبيبي. سيدي هذا الرجال دائما بيترك رسالة وبيروح. ولك أنا بدي، ما فهمت من وين جاب كل هالشجاعة. الله يلعنه لهالحقيقة. خلص مجاهد، معقولة نتركه يهرب؟ ما شفت كم عسكري استشهد؟ هرب بالغابة وما عاد نقدر نلاقيه. يا رب.